كما سينضم إلينا الآن من مدينة رام الله الدكتور أحمد رفيق عوض، وهو رئيس مركز الدراسات المستقبلية في جامعة القدس. دكتور أحمد، بعد التحية والتقدير، مؤتمر القاهرة للسلام حديثنا عنه، ولكن الهدف الأسمى هو محاولة استقراء هل هذه الخطوات هي الطريق الصحيح لما يؤول في النهاية إلى عملية حل دقيقة إلى هذه الأزمة المعقدة بتراكم؟ أولا مساء الخير لك أخ تامر وللمشاهدين. مؤتمر القاهرة للسلام هو ذروة جهود مصرية مباركة طبعا، ومصر عمليا تمارس أدوارها التاريخية والمصلحية أيضا، وهي تحاول أن تبلور موقف إقليمي وموقف دولي إلى حد كبير جدا من أجل المساهمة الحقيقية في البحث عن حلول للقضية الفلسطينية في ظل هجمة حقيقية من غرب مستعمر يريد أن يستعيد نفوذه في المنطقة. وبالتالي هذه لحظة صعبة وفارقة. هذه القمة عمليا برأيي كفلسطيني هنا أعيش في تحت الاحتلال، طرحت القضية الفلسطينية من جديد على الأجندة العالمية، إنه لا يمكن القفز عن القضية الفلسطينية، لا يمكن القفز عن الحقوق الفلسطينية، ولا يمكن أيضا السكوت عن السياسات الإسرائيلية الإجرامية. بالتالي مصر عندما تقود هذا الجهد هي عمليا، أولا هذا دائما هذا الدور مناط بمصر لأسباب تاريخية وأسباب جيوسياسية، وبالتالي عندما تقود هذا الجهد أيضا هي عمليا وكأنها تقف أمام هذه الهجمة الغربية الاستعمارية التي تريد أن تدعم إسرائيل بدون تفكير، ولكن أيضا هناك أسباب أخرى لهذا الدعم بالمناسبة. لذلك مصر تحاول أن تقوم بخلق جدار كبير للصد، للاحتواء، وأيضا للدفاع. لهذا السبب هذه القمة حاولت أن تفعل ذلك بكثير من الجهد، بكثير من التعب. وكما قلت يعني بالنسبة لي على الأقل، هي وضعت مرة أخرى القضية الفلسطينية على الأجندة العالمية للقول بكثير من الدقة، وربما هذا الذي جعل أنه كثير من الدول الأوروبية إعطاء الفلسطينيين حقوقهم على الأقل بحدودها الدنيا دون البحث عن عقوبات وضحايا وجلادين. المسألة بسيطة جدا جدا، هذا شعب يجب أن يوضع على الخارطة، شطب هذا الشعب مستحيل. وعلى فكرة هذا ما أكدته القيادة المصرية، وهذا جدا صحيح. أيضا القيادة المصرية قالت أنه لا للتهجير، وهذا جدا موقف مهم جدا، لأنه يقطع الطريق على السياسات الإسرائيلية بقذف الفلسطينيين إلى دول الجوار وتحمل أعباء الاحتلال، وكأن الاحتلال يعني يفوز بكل شيء. لهذا السبب برأيي أنه قمة مهمة، قمة على الطريق، قمة يمكن التأسيس عليها، قمة تعيد مرة أخرى الدور المصري إلى الواجهة. وهل أيضا هذه القمة قادرة على أن تعيد القضية الفلسطينية إلى الواجهة؟ هذا كلام مهم، هذا سؤال مهم. أولا الصمود الفلسطيني، الصمود الفلسطيني بكل أشكاله بكل أنواعه، هذا مهم جدا. وأيضا الرافعة السياسية، مين الرافعة السياسية؟ مصر. الصمود والتصدي والبقاء في الأرض والتضحيات، هذا يجعل القضية حاضرة، والحامل الرافعة السياسية التي تستثمر، التي تروج، تسوق، تضع الصياغات، تفتح القنوات الإقليمية والدولية، هذا صحيح. طب دكتور أحمد، أريد أن أعود إلى الوراء قليلا. هل تتصور أن من يسعى إلى السلام أو إقرار التهدئة أو من يسعى إلى الاحتواء والحرب إلى العمق، هل هو يسابق الزمن؟ بمعنى أن العرب والدول المعنية تسابق الزمن في وقف هذه المعارك، وهل لإسرائيل خطة للزمن عامل مؤثر فيها؟ الزمن طول عمره مهم جدا جدا في كل شيء، في البناء وفي الخطط والى اخره. اسرائيل تريد ان تنتهي من المهمه بين قوسين، وهي مهمه قذره،
بسرعة شديدة حتى لا تفقد الزخم الدولي والتأييد الدولي، ولا تفقد أيضا الجبهة الداخلية عندها، ولا تفقد أيضا الدافعية عند حتى جيش الاحتلال، وأيضا تريد أن تفاجئ المقاومة، وبالتالي الزمن هنا مهم جدا جدا، وبالتالي يعني هي تريد أن تنهي الهجوم على قطاع غزة، تقتلع المقاومة، تكمل تدمير غزة وتحولها إلى مجموعة من الهائمين على وجوههم بالتأكيد. من ناحية ثانية الأشقاء العرب وعلى رأسهم مصر أيضا بهمهم الزمن جدا جدا، لأنه مع فكرة تأخروا كثيرا. أحد الأخطاء اللي برأيي أحد الأخطاء التي ارتكبها النظام العربي ككل هو أنه لم ينتبه إلى أنه إلى ضرورة حل القضية الفلسطينية منذ سنوات طويلة. عدم حل القضية الفلسطينية عقد الأمور جدا جدا وحولها إلى أن تكون قنبلة موقوتة في كل لحظة تنفجر وتؤثر على أمن المنطقة واستقرار المنطقة. تأخر النظام العربي كثيرا جدا في حل هل النظام العربي دكتور أحمد تأخر لقلة إدراك أم لقلة حيلة؟ لكليهما. هذا جميل، سؤالك جدا جميل، لكليهما يا صديقي، لكليهما. النظام العربي قلة الحيلة وقلة الوعي، وحسب لم يحسبوا ان الخطر الصهيوني يصل الى هذا الحد، وانه انه هذه الدوله الوليده لم يتوقع احد ان تكون هي مفتاح المنطقه، بوابه الغرب، البلطجه المنطقه، لم يتوقع احد ذلك على فكره. وضعف ايضا ضعف، لانه الدول العربيه اغلبيه النظام العربي يعني تماسك بعد الخمسينات، كان النظام العربي ضعيف في اقتصاده، في نخبه الحاكمة، في البحث عن دكتور أحمد. كنت أتمنى أن أستمع باستفاضة إلى هذا الحديث، هل أنت تسمعني الآن؟ أسمعك تماما، وأنا أستمع أيضا إلى استرسالك في هذه النقطة التي انقطع فيها هذا الاتصال، تفضل. يعني أعود باختصار شديد لكلا الأمرين، بمعنى قلة الوعي وقلة الإمكانيات. قلة الوعي أنه لم يكن يعرفوا أنه هذه الدولة الوليدة هي التي ستتحول إلى أن تكون شرط المنطقة، وقلة الإمكانيات لأنه الدول العربية تشكلت بعد الخمسينات وكانت ضعيفة في كل شيء، وكان الاحتلال أو الاستعمار الغربي يتغلغل في الأعماق وكان يمتص الثروات ويغير حتى تركيبة المجتمع. حتى الدولة العربية اللي طلعت بعد الخمسينات كانت أيضا في مشكلة، لأنها بتدور على تعريفات، تبحث عن تعريفات للمجتمع والدولة، وبالتالي كان النظام العربي في آخر في التشكل أيضا، وبالتالي قلة الوعي وقلة الإمكانيات. سؤالك جدا صحيح، ولذلك تأخر الأمور إلى 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 الآن، وزي ما كنا الآن يعني هذه زي قنبلة تنفجر في وجوه الجميع. الزمن مهم جدا جدا. تصور جملة الأخيرة، تصور إذا إنه لم يحل هذا الصراع يعني في السنوات القليلة القادمة، تصور ما الذي يمكن أن يكون عمليا. هذا توقعي، إسرائيل ستعتاش على الإقليم كله، بمعنى ستمتص الإقليم كله، ثروات وإمكانيات وجغرافيا ومياه ومعابر وطرق إلى خلاف خلاف. طيب دكتور، في ميزان التحليل، في ميزان الإدراك لما يدور الآن داخل هذه الأزمة، هل تتصور أن عمق الارتباط الغربي بهذه القضية، بهذا التواجد، بهذا الكيان الجغرافي الذي أسس له أو محاولات التأسيس له في مساحات ضاربة في عمق التاريخ، هل هي ستؤثر أم أنها تؤشر إلى عدم فهم عميق للرؤية الغربية الأصيلة وهي المحركة في الأساس لإما سبل الحل أو استدامة التصعيد؟ هل غياب هذه الرؤية العميقة لرؤية الغرب لوجود إسرائيل في هذه المنطقة، في هذه البقعة الجغرافية، هو ما يؤثر على مساحات الحلول فيما تقدم من مبادرات أو الإبقاء على مبادرات أو محاولة إحياء القضية استغلالا لظروف كما يحدث الآن؟ شوف، استمرار لكلامك، إسرائيل الغرب يريد دعم إسرائيل وإبقائها كيعني كمخلب من مخالبه في المنطقة. الغرب لا يريد أن يترك هذه المنطقة على الإطلاق، هذه منطقة مهمة جدا من ناحية جيوسياسية، هذا قلب العالم على فكرة، في كل شيء، في كل الثروات والممرات وكل ما تريد يعني. أيضا بالإضافة يجب أن لا ننسى أن هنا في ومن أجله وأظن دكتور أنه من أجله أيضا نزل كل الأنبياء. تماما تماما تماما، يعني في بعد ثقافي في المنطقة. الآن على من جهتنا كعرب احنا عندنا مشكلة كبرى،
الغرب اللي بده يدعم إسرائيل، إحنا كعرب يعني مطورين علاقات مع هذا الغرب بحيث أنه نطلب منه حل المشكلة وهو الذي صنعها، نطلب منه أن يتدخل بتوازن وهو يستغلنا ويدعم إسرائيل ونحن نعرف ذلك. نحن نتقدم إليه ليس بندية ولا تكافؤ، وهو يعرف ذلك أيضا، هو يسيطر، وبالتالي في مشكلة كبرى هنا. لهذا يطول الحل، يعني لا نجد حل، أو الحل عمليا الذي هو بيد الغرب يتحول إلى أن يكون استجداء أو في نوع من الاستجداء. ولهذا السبب في هنا جد إشكالية كبرى، إنه الغرب خلق المشكلة ونحن نطلب منه أن يحلها. كيف؟ الغرب يدعم إسرائيل ونطلب منه أن يمول الأشياء كلها. كيف؟ ولهذا السبب هناك تعقيد شديد كبير شديد جدا. اتصالا إلى هذا يعني دكتور، أنا أتفهم مساحات استحضار المفردات الجامعة الناعمة، وأنا سأتخطى ذلك بهذا السؤال القادم. هل معنى ذلك أن هدف أو الحديث عن إحياء فكرة حل الدولتين في هذا التوقيت قد لا يلقى قبولا من الدول الغربية حتى وإن أمنت على ذلك علنا؟ بالضبط هيك، هي مجرد خداع. والكلام عن حل الدولتين هم بيعرفوا أنه إسرائيل تجاوزته جدا. الكلام الآن في إسرائيل لا يدور عن حل الدولتين. عندما يكون الغرب أنه أنا مع حل الدولتين أو مع، طلع شو كيف الكلام، أنا مع جهود حل الدولتين، مع الجهود، أو آخرين الغرب يقول أنا يعني أدعم حل الدولتين. كيف يدعم نعرفش، من 1994 لليوم وهم بيدعموا حل الدولتين، ولكن حل الدولتين ذاب تماما. إسرائيل تجاوزته كليا، تجاوزته من ناحية فكرية ووعي، لأنه متغيروا إلى يعني هل إسرائيل هي من أخذت الغرب وتجاوزت به هذه الفكرة بما تقوم به أو بما رصده الغرب نجاحا على الأرض، وبالتبعية أصبحت لا حاجة للحديث عن الدولتين في هذا التوقيت؟ تماما إسرائيل خلقت وقائع الأرض، عمليا تجاوزت في حل الدولتين وسوقت ذلك للغرب، أو وهذا صحيح، أو الغرب أصلا مؤمن بأنه إسرائيل لها الحق في كامل فلسطين التاريخية والظرف يسمح بذلك. ولهذا السبب خدعونا إحنا كعرب وفلسطينيين بالذات أنه هم مع حل الدولتين، وقالونا بالحرف سأستمر بالحرف أنه هذا خذوا هذه الأموال، في أموال كثيرة، تفضلوا خذوا أموال ولا تطالبوا بشيء، ودولتكم بالتفاوض بالحوار. وعندما تم إيذاء المحتل كشفت سقطت الأقنعة وانكشف كل شيء. الآن الغرب يقول لك أنه لا 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 وقف لإطلاق النار. مجلس الأمن فشل مرتين في إصدار قرار لوقف إطلاق النار. اليوم في قمة القاهرة في أطراف تكلمت لم تقل أنه يجب وقف إطلاق النار، لم تدن إسرائيل أصلا على الإطلاق. وبالتالي تم خداعنا بقصة حل الدولتين، استبدل ذلك بالمساعدات بالأموال بالرتب بالرواتب اللي بدك إياه، وهكذا كان الآن. وكان المطلوب منا طبعا أنه ظلكم حاوروا، دائما في مبادرة، دائما في جيم إن ذا سيتي، في لعبة في المدينة احكوا فيها. عندما تم إيذاء المحتل بسبعة تشرين قامت الدنيا ولم تقعد. ممنوع، أنت يجب أن تبقى ضحية شاكرة، ضحية جميلة، ضحية ضحية شاكرة.